قبل نصف قرن غاب رجل سبق زمنه بنصف قرن، إيميل مرشد البستاني. سقطت طائرته الخاصة في البحر قبالة بيروت صباح 15 من آذار 1963، وقضى مع صديقه نمر توقان والمهندس الشاب مروان خرطبيل وقائد الطائرة البريطاني جون أوغيلفي. كانت الحكومة اللبنانية في الماضي قدمت مشروعا إلى الجامعة العربية، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، يقضي بأن يقتطع 5% من عوائد النفط من الأرباح قبل أن توزع، أي من الشركات ومن البلاد العربية المنتجة للنفط، وهذه 5% تستعمل لزيادة الإنماء الاقتصادي في البلاد العربية. لم يكن إيميل البستاني الذي ولد في الدبي سنة 1907 نائباً ووزيراً ومهندساً ورجل أعمال ومقاولاً ناجحاً وحسب، بل أضحى عملاقاً وأسطورة. انضم إلى نادي الكبار في دنيا العرب والعالم، أدار أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بعدما أسس ورأس شركة المقاولات والتجارة كات في فلسطين سنة 1937. وبعدما انتقل إيميل البستاني إلى بيروت، تحولت شركة كات إلى إمبراطورية ضمت 17,000 موظف. فبنى البستاني الصحراء في الخليج ومد أنابيب النفط ونفذ عشرات آلاف الكيلومترات من الطرقات في العراق والسعودية والكويت والأردن وقطر واليمن والبحرين وأبوظبي والسودان وليبيا، بالإضافة إلى مطارات وفنادق وقصور ومنشآت عمرانية أخرى، حتى أصبحت الشركة الأكبر في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية. بداية إيميل الناجح انطوت على قدر عابس، ولكن بعدما قضى طفولته في ذروة ويلات الجوع والفقر في ظل الحرب العالمية الأولى، أوصله نجاحه وتفوقه إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، ليتخرج سنة 1929 حاملاً شهادة بكالوريا علوم في الهندسة والرياضيات. ومن رصيد مالي صغير جمعه في الجامعة الأمريكية، حيث علم وتعلم، سافر البستاني إلى الولايات المتحدة لينال بكالوريا علوم في هندسة البناء في جامعة MIT سنة 1933. سنة 1935 تزوج لوريس سيرياني، ومن هذا الزواج رزقا الابنة الوحيدة ميرنا. بعد مشاركته في معركة استقلال لبنان سنة 1943، دفعه شغفه بالسياسة إلى الترشح للنيابة عن دائرة الشوف، حيث فاز سنة 1951 وانضم إلى الجبهة الوطنية مع كميل شمعون وكمال جنبلاط، مساهماً في دفع الرئيس بشار الخوري إلى الاستقالة سنة 1952. في سنة 1956 عين إيميل البستاني وزيراً للأشغال ثم رئيساً للتعمير لإزالة آثار الزلزال الذي خرب لبنان تلك السنة. إيميل البستاني السياسي في الأعمال والعملي في السياسة، والذي حلم بلبنان بإشعاع دولي، جعل الزعيم جمال عبد الناصر يستعين به على بريطانيا في ذروة حرب السويس سنة 1956 ليقلب الرأي العام ضد الحرب في السويس. كرس البستاني قسماً من حياته لتنمية البلاد العربية، ابتداءً من عضويته في المجلس الإداري للبنك العربي. كان مهندساً خطيباً ومليارديراً شعبياً، مزيجاً من الجنتلمان الإيجابي وسوبرمان الضاحك. نحن إذا نريد أن نستعمل هذا النفط لإنماء اقتصادنا في البلاد العربية، ولذلك نرى أن مستقبلنا يرتكز ارتكازاً هاماً على الناحية الاقتصادية أكثر من الناحية السياسية.